بسم الله الرحمن الرحيم. حج عرفة محمد خميس، انا تاجرة قاعدة اسافر طوالي يمشي ويجي، وطلعت من السودان يوم الاربعاء. مفروض المعبر تدينا فرصة نحن نخش، نحن ما نقعد هنا، ونحن ذاتنا عملنا شنو؟ الحكومة السودانية رافضانا. نحن قاعدين الليلة 12 يوم ما فينا حدا برد ولا مصب صداع ساي. نحن بس نطالب الحكومة السودانية تفتح لنا المعبر، ما عايزين نرجع الخاحرة ولا عايزين نمشي مكان. ما في ولا حال الصداع، خلي كورونا ولا نزلة زي ما مسك الزول. نحن 2280 نفر، ولا حال الصداع ما في مننا، بس الناس المرضانة جاي علاج ياهو الكلى والمشكلة في القلب، مشاكل في القلب ياهم ديل بس المرضاني، لكن نحن ما فينا ولا مرض والله العظيم، ولا حال الصداع سنة الله. يعني ناس الحتة دي، ناس المنطقة ما قصروا معانا، ما في زول من الحكومة السودانية سعلت مننا، ولا الخنصر في عصوان سعد مننا ولا السفير، بس الحكومة بس ناس المنطقة دي قاعدين يسألوا مننا، والحمد لله ناس الكافتريات مستعينين بينا، بنغسل هنا ونستحمى هنا وناكل من ونشرب منهم وبننوم عندهم هنا والله. بس الحكومة السودانية تفتح لنا المعبر، لأنه نحن سودانيين ومن حقنا يفتحوا المعبر. يا هذه بس طلباتي، ما عندي طلبات ثانية. أنت جاية تعالجي فيه؟ أجي لا، شغال علاج طبيعي. ووضعت الطفل الثاني هنا. الطفل الثاني جيت حامل به ولدته هنا يعني. ايوه توفر لي لبن ولا انت بتردي؟ البرد طبيعي. كل حسن عامله ايه في السدع والبرد؟ البرد والكلام والله ولا وكل ولا شرب ولا حاجة، ولا بنان الناس الخير ربنا يبارك فيهم، جبنا لهم حباية وكل وشرب ربنا يبارك في المسلمين إن شاء الله. وفي سكر وفي حالات تعبانة فيهم، فاحنا يعني خصصنا جزء بسيط من الفلوس اللي لمناها، فراح نسألهم يعني العلاج اللي هم محتاجين إيه، وربنا يقدر أهل الخير إن شاء الله. من أهل الخير إن شاء الله برضه يساعدوا، لأن مش عارفين الأزمة حطول لحد إمتى. ربنا يفك بيدكم إن شاء الله. إن شاء الله ربك يرفع البلاء. Good.